طلع عمال زمزم لابسين حقائب فيها مياه زمزم يوصلون المويه لاغلب الناس هم جالسين. هي الحقيبه ماشي في الحرم بهذه الطريقه يوزعون عبوات زمزم اللي هي هنا زي كذا. بهذه الطريقه يوزعون عبوات زمزم بارده لضيوف الرحمن في الحرم. يعطيكم العافيه. شكرا. طبعا غير العبوات وتوزيعها في طريقه ثانيه اللي هي الكاسات. اعطيني واحده. دقيقه. اغلب حركه هذول العمال بحقائب زمزم تكون في المطاف لان المطاف عاده الحركه مستمره وما في حافظات زمزم. هذه الحقيبه اللي صورتها قبل شويه العامل يمد يده من هنا ويسحب عبوه من هذه يوزعها على ضيوف الرحمن. تنزلوا معاهم ونوريكم كيف تتم آلية التوزيع. الأماكن المس...